السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تالت ليب لينا في موديول الجي اي تي. أول حاجة هنتكلم عليها هي الأسكرز نمبر 1. الأسكرز من النيماتود، نفتكر مع بعض كده ايه كان بيميزها. النيماتود كان بيميزها ان هي سلندريكال وورمز سيبر 6، هنلاقي الأدلت ميل لوحده والأدلت فيميل لوحدها. بلاقي ان فيها الدايجستيف سيستم كامل والريبرودكتيف سيستم كامل. الانتيور انت بتاعتها كانت مميزه. عاده الماوس في حاجه بتميزها، وبعد الماوس ومن حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لنا في الميتود هو الاسوفيجس، شكله بيختلف من كل ورم للتانيه، فلازم نكون عارفين شكله عامل ازاي. تاني حاجه عندي البوستير اند. البوستير اند دي كانت بتفرق ما بين الادلت ميل والادلت فيميل. ازاي؟ لما كنا بنلاقي عندنا ان بوستير اند بتكون مستقيمه اللي هي ستريت بوستير اند، انا بتكلم على ادلت فيميل. لكن لما بلاقي البوستير اند بتاعتي معوجه اللي هي كيربت بوستير اند، يبقى انا بتكلم على ادلت ميل. اول حاجه هنتكلم عليها هي الادلت اسكرس، بيكون شكلها عامل ازاي. احنا عارفين طبعا ان هي اسمها صعبان البط. هي من النيماتود، بتكون سلندريكال، طولها من 15 ل 40 سنتيمتر، لونها بيكون بينك او وايت. الادلت فيه زي ما احنا قلنا الدايجستيف سيستم كامل والريبرودكتيف سيستم كامل. نعرفها ازاي بقى، ونعرف ازاي ان دي ادلت ميل ولا ادلت فيميل؟ اول حاجه انا ببص على الانتيور اند بتاعتها. اول حاجه بتقابلني الماوس، هنلاقي ايه موجود في الماوس بيميزها؟ بيكون في 3 overlaps. بعد الماوس تاني حاجة الاسوفيكس. الاسوفيكس شكله عامل ازاي؟ بيكون club shaped esophagus. يعني ايه club shaped esophagus؟ يعني عامل بلب، بيكون عامل شكله زي شكل المضرب. نبص بقى على البوستير اند. بتساعدنا البوستير اند في ان احنا نفرق اذا كان دي adult male ولا adult female. اول حاجه عندنا البوستير اند بتاعت الادلت فيميل بتكون عامله ازاي؟ بتكون مستقيمه pointed posterior end. يبقى انا عندي الادلت فيميل بتاعت الاسكرس عامله ازاي؟ anterior end فيها mouse with 3 overlaps، بعد كده في club shaped esophagus. نبص على البوستير اند بتاعتها بنلاقيها pointed posterior end، والادلت فيميل طولها اطول من الادلت ميل. كده عرفنا الادلت فيميل. نبص بقى على الادلت ميل، هم انتيرور بارت بتاعها في الماوس اللي فيه 3 overlaps، بعد كده الاسوفيكس بتاعنا اللي هو الكلاب شيبد اسوفيكس. البوستير اند بتاعته بتكون معوجه، بتكون كيرفد بوستيرور اند، ولان الادلت فيميل بتكون اطول وهايلي ماسكولار عن الادلت ميل، فالادلت ميل بيحتاج during the fertilization fixation organ. شكلها عامل ازاي الفيكسيشن اورجانز دي؟ ليها كذا شكل، بس احنا عندنا في الاسكرس في شكل واحد بس عامل زي الشوكه، وده بنسميه سبيكيول. فبنلاقي ان البوستيرال اند بتاعت الادلت ميل بيكون فيها تو سبيكيولز، شوكتين. يبقى انا عندي الادلت ميل عامله ازاي؟ اولا طولها اقصر من الادلت فيميل. الماوس بارت بتاعها بتكون فيها 3 overlaps. بعد الماوس في عندي club shaped esophagus. البوستير اند بتاعته بتكون curved بوستير اند وفيها 2 spicules. نفس الكلام، الصورة دي اهي لونها pink. الانتيرور اند بتاعتها بيبقى فيها 3 overlaps، وبعدين نبص على البوستيرور اند. البوستيرور اند لقيناها بوينتد تبقى في ميل، لقيناها كيرف تبقى ميل. هنا دي الماوس بارت بتاعها اللي واضح فيه ال 3 overlaps، وعندي هنا الادلت في ميل اهي البوينتد بوستيرور اند، والادلت ميل الكيرف وذ بوستيرور اند.
نيجي بعد كده على الايج بتاعتها، هو في كذا ايج، احنا هنتكلم هنا على الفيرتلايزد ايج. احنا قلنا اي ايج بنتكلم على ايه، 3S2C، سايز شيب شيل كلر كونتنت. السايز حجمها 60 × 50 مايكرون، شكلها ايه؟ شكلها اوفل وديها سيكشل، وحوالين حواليها في لاير كده، طبقة بتكون مشرشرة، تبقى مملية اللاير. يبقى عندها سيكشل كفرد باي كورسلي مملتد لاير، لونها براون وجواها الماتيور كونتنتس. هنتكلم بعد كده على الكابيلاري. نتكلم على الكابيلاري ايج، شكلها بيكون عامل ازاي؟ زي اي ايج 3S2C، سايز شيب شيل كولر كونتنت. اول حاجة عندي السايز 40 × 20 مايكرون، شكلها شكل عامل زي حباية الفول السوداني، بيكون لونها جولدن يلو. الشيل بتاعها بيكون سيكشال وبيكون باي اوبركيليتد زي ما ظاهر عندنا كده في الصورة، والكونتنت بتاعتها اماتيور كونتنتس. هنتكلم بعد كده على الترايكنيلا سبايراليس انسيستد لارجا. بنلاقي قدامنا المسل فايبرز اللي احنا شايفينها، وبين المسل فايبرز بنلاقي السيست. السيست ده عامل ازاي؟ بنلاقي ان هو بيكون اوفل ان شايب، واللونجيتيودنال اكسس بتاعه بيبقى بارل للمسل فايبرز، وبيكون موجود قريب من التندون بتاع المسل. جواه بنلاقي فيه حاجه كويلد كده، حاجه مدوره كويلد، واحده او اتنين، دي اللارفا بتاعتنا، وبتكون طولها تقريبا 1 مليمتر. كده خلاص خلصت الاكشن.